فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من عادة الكفار عموما قيامهم بغسل الآنية في المطاعم وغيرها، يقول من عادة الكفار عموما أن يقوموا بغسل الآنية في المطاعم وغيرها، فهل نعمل بهذا الأصل فتكون طاهرة؟ ما لم تشاهد فيها نجاسة فالأصل فيها أنها طاهرة، أما إذا شاهدت فيها نجاسة فلا بد من غسلها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.